قال وسيجنبها الأتقى مقابل الأشقى هناك الأتقى وقد ذكر ابن عطية وابن الجوزي وغيرهما الإجماع على أن المقصود هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الأتقى وهو أتقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه كنا معاشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول بعد رسول الله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وهو اتقى وافضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان هذه الايه فيه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه من اصبح منكم اليوم صائما فقال ابو بكر انا قال فمن تصدق منكم اليوم فقال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا قال من صلى منكم اليوم على جنازة قال أبو بكر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في مرين إلا دخل الجنة ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة فقال إن للجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقه دعي من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان فقال ابو بكر يا رسول الله ما على احد من ان يدعى من احد هذه الابواب ولكن هل يدعى احد من الابواب كلها؟ يعني يكون من اهل الصدقه ومن اهل الصلاه ومن اهل الجهاد ومن اهل البر ومن اهل الصيام يجمع الخير كله قال نعم وارجو ان تكون انت او ارجو ان تكون منهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد ان الاتقى هنا انها نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يعني هذا انه ليس هناك تقي الا ابو بكر الصديق له اعدت للمتقين الجنه فالاتقياء في هذه الامه كثر اسال الله يجعلني واياكم منهم وسيجنبها الاتقى اي يجنب النار